يعني ايه هزار؟ يعني مثلا لما باجي انده على الواد ابني بقول له احمار. يا واد انت زعلت؟ العب يا عم. بقول لك ايه مالكش لازمه، ملوش فيها. يعني ده مثلا عبده صاحبنا، بس ما حدش بيقول له يا عبده، بنقول له شوكولاته. ولا شوكولاته كاتش يا دول. ايه يعني عادي بهزر. قول يا ابني. امنا ابنا في انور منور، وامنا بمنور في انور. ودناها بايظه سمعها على يا مو. انا لمستها، انا بهزر بس. انا بهزر حمار. لا بعيد ولا شوكولاته كاتش. قول دناها بايظه. اجمد ياد مالك. ده مش هزار. عدد كبير من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسية بسبب التنمر. ضحكك على مشكلة شكل، طريقة، أو اختلاف حد تاني عمره ما يكون هزار. ده اسمه تنمر. تجمل بالأخلاق.